الولايات المتحدة الأمريكية أشعلت الموقف مع روسيا، وذلك بتحريك واحدة بالأحرى أخطر غواصة عسكرية نووية تمتلكها على الإطلاق. الغواصة التي نتحدث عنها اليوم هي USS رود آيلاند. هذه الغواصة يطلقون عليها أيضا بغواصة نهاية العالم، أو حتى غواصة حصان نهاية العالم بحسب الأوصاف التي تأتي لهذه الغواصة. الغواصة طبعا هي تعتبر أكبر غواصة نووية حربية تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بأنها عادة هذه الغواصة هي تحمل 24 صاروخا نوويا عابرا للقارات. نتحدث عن صواريخ ترايدنت 2. هذه الصواريخ تستطيع أن تصيب أهدافها عندما تنطلق مباشرة من الغواصة بهذا الشكل على مسافة 12 ألف كيلومترا، بل تصل حتى إلى 18 ألف كيلومترا وبسرعة 29 ألف كيلومترا في الساعة الواحدة. هذه الغواصة عندما تتحرك الأمور تكون تحت الرادار، لا تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن تحركها، ولكن هذه المرة كشفت عن تحركها، وتحركها يأتي باتجاه روسيا بشكل مباشر. التفاصيل التي نشرت عن هذه الغواصة بأنها قد تحركت من جبل طارق، هنا مضيق جبل طارق الذي ترونه، وتوجهت مباشرة هذه الغواصة بهذا الشكل ووصلت إلى البحر المتوسط هنا. هذا هو التقرير والحديث بأنها قد وصلت إلى هذه النقطة. انتبه بأننا أمام هنا أوكرانيا وهنا روسيا، وأيضا بأن الإكسبرس البريطانية في حقيقة الأمر تحدثت بأن هذه الغواصة بتحركها من جبل طارق فهي متوجهة مباشرة في طريقها إلى البحر الأسود، أي بما معنى بأن لا زال أمام هذه الغواصة طريقا بوصولها الآن إلى البحر المتوسط. من المفترض بحسب الإكسبرس البريطانية أن تصل إلى بحيرة مرمرة وتدخل عن طريق مضيق البسفور لتصل إلى البحر الأسود هنا، ولكن يجب أن ننتبه وصولها إلى البحر الأسود قد يعني اشتعال الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، خاصة وأن روسيا تتواجد هنا في قاعدة سيفاستوبول الاستراتيجية الخاصة بها والمهمة للغاية. لكن أيضا وجود هذه الغواصة في البحر المتوسط هنا هو كافي لها لتوجيه أي ضربات إن كانت تبحث فعلا عن ضربات نووية، فوجودها في البحر المتوسط من البحر المتوسط هنا إلى موسكو، هذه موسكو عاصمة روسيا طبعا، المسافة تصل تقريبا إلى 2500 كيلومترا فقط. نحن تحدثنا عن غواصة تستطيع إطلاق صواريخها الترايدن 2 على مسافة تصل إلى 12 ألف كيلومترا بل 18 ألف كيلومتر، وبالتالي وجودها في هذه النقطة قد يكون كافيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الإكسبرس البريطانية أكدت بأن هذه الغواصة تتحرك، وهي تتحرك في توقيتات مهمة، تتحرك في توقيت فيه قلق كبير من ما ممكن أن يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كردة فعل إذا ما تراجع في الحرب الأوكرانية، وبالتالي هي ليست موجهة ضد أي طرف كان. هذه الأنباء عن هذه الغواصة هي تأتي متزامنة مع أنباء خطيرة وقد تكون أخطر بكثير من هذا النبأ الذي ذكرناه لكم، وهو جاء في 48 ساعة الماضية عن ظهور طائرة يوم القيامة الأمريكية. هذه الطائرة عندما تحلق هي لا تحلق من فراغ، وعندما تحلق يعني بأن العالم في خطر وأن العالم قد يكون أمام حرب نووية. ظهرت في الفلايت ريدار 24 بهذا الشكل وهي تغادر الولايات المتحدة الأمريكية كما تلاحظون من فوق فيرجينيا بيتش هنا العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تحلق بهذا الاتجاه باتجاه أوروبا. وبعد ذلك لاحظوا بالفلايت ريدار 24 من هذه الطائرة المهمة وهي البوينغ E6B ميركوري دومزداي قد وصلت من الولايات المتحدة إلى إسبانيا هنا بهذا الاتجاه، وتوقفت في إسبانيا وتوقفت في إحدى القواعد الموجودة في إسبانيا بحسب التيلر ريبورت الذي ترونه هنا. قد وضح من خلال التقارير المتداولة ومن خلال ما تم رصده من الفلايت ريدار 24 بأنها توقفت في قاعدة روتا الإسبانية. أين هي هذه القاعدة؟ لنذهب إلى الخارطة مرة أخرى من نفس المنظر الذي رأينا فيه أو لاحظنا فيه هذه الغواصة النووية التي تحدثنا عنها وهي USS رود آيلاند. هذه هي المغرب، مضيق جبل طارق، هذه هي إسبانيا وقاعدة روتا الإسبانية هنا في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس هي
توقفت هذه الطائرة بهذه المنطقة. وطبعا هذه الطائرة هي تعتبر النسخة العسكرية من طائرة الاير فورس وان التي يستخدمها الرئيس الأمريكي، أي رئيس أمريكي يستخدمها في الانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة أخرى، من ولاية إلى أخرى. هي طائرة الرئيس الأمريكي. هذه الطائرة لماذا أطلقوا عليها يوم القيامة، ولماذا عندما تحلق العالم في خطر؟ لأنها أساساً مصممة لمواجهة الحروب النووية. هي لا تحلق إلا إذا كانت هنالك تهديدات بحرب نووية. مهمتها الأساسية هي أخذ الرئيس الأمريكي وأهم القيادات لتحلق بهم في الأجواء. هي قادرة على التحليق لمدة أسبوعين، صدق أو لا تصدق. وأن هذه الطائرة قادرة على مواجهة النبضات الكهرومغناطيسية القادمة من الانفجارات النووية أو الإشعاعات النووية. إذا كانت هنالك حرب نووية وإشعاعات كبيرة جدا، فهي تأخذ الرئيس الأمريكي وتحلق به، وهي تمكن الرئيس الأمريكي من عملية الاتصال مع الأرض، الاتصال مع الجيش الأمريكي، أو الاتصال بأي نقطة وبأي بقعة موجودة في الأرض، حتى وإن كانت هنالك ضربات كبيرة للبنية التحتية على المستوى النووي. وبالتالي تحليق هذه الطائرة عندما تحلق فأنت أمام خطر بالفعل. نفس الأمر موجود لدى روسيا، فروسيا أيضا تمتلك طائرة يوم القيامة وهي إليوشن L8 التي ترونها أيضا عندما تحلق، وعندما تحلق لمدة ساعة أو لمدة ساعتين، فالعالم والتقارير تنفجر بأننا قد نكون أمام حقيقة بأن القيادة الروسية على متن هذه الطائرة ويخططون لضربة نووية. وعلى هذا الأساس أطلقوا على هذه الطائرات باسم يوم القيامة، لأن في يوم القيامة تدمر الأرض أو تنتهي هذه الحياة. وعلى هذا الأساس هي مبنية هذه الطائرات بهذا الشكل. وبالتالي الأنباء خطيرة وخطيرة للغاية، أسماء مهولة وكبيرة. نتحدث عن غواصة نهاية العالم، نتحدث عن طائرة يوم القيامة، هذه الغواصة في البحر المتوسط الآن، وهذه الطائرة موجودة هنا في إسبانيا ووصلت منذ السبت الماضي، أي قبل يومين هي موجودة في إسبانيا. والعالم يترقب ما الذي ممكن أن يكون حاضرا. البعض قد يتساءل لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ هذا التصعيد مع روسيا، ما الذي جرى مع روسيا؟ هنالك تطورات خطيرة ومعلومات استخبارية كبيرة عن ما تقوم به روسيا. فالأمر لا يعتمد فقط عن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي التي سمعنا عنها كثيرا، أو حتى تصريحات الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف وشجع فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، أو حتى بالمناورات العسكرية النووية التي قامت بها روسيا، رغم أنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بها، ولكنها قامت بها وقامت بتحليق طائرة يوم القيامة طبعا الخاصة بها. وأيضا الأمر ليس مرتبطا أو لا يقف عند فقط تهديدات استخدام القنبلة القذرة التي اتهمت بها روسيا أوكرانيا بأن أوكرانيا ستستخدم هذه القنبلة وتتهم روسيا بها. وطبعا أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها من ستقوم باستخدام هذه القنبلة. وأيضا تقارير كثيرة من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، عن استخدام السلاح النووي التكتيكي من قبل روسيا في أوكرانيا. بل كانت هنالك تفاصيل جديدة خطيرة عن اتصال على الخط الساخن بين روسيا وبين فرنسا، سربته طبعا الديلي ميل البريطانية، من اتصال قد جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا الاتصال أزعج كثيرا الرئيس الفرنسي مما سمعه من بوتين، لأن بوتين قال له بصريح العبارة بحسب ما سرب من الديلي ميل البريطانية بأنك لست بحاجة لضرب المدن الكبرى بالقنابل النووية لكي تنتصر كما فعلت، كما تحدث بوتين طبعا ونقلته الديلي ميل، قال مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1945 في 6 و 9 أغسطس من ذلك العام، عندما قامت بضرب هيروشيما وناكازاكي بالقنبلة الذرية. بمجرد ما قامت بهاتين الضربتين انتصرت في هذه المعركة. وبالتالي في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بحاجة لضرب طوكيو العاصمة اليابانية لكي تنتصر في هذه المعركة. وهذا الأمر هو الذي أزعج ماكرون تماما. لماذا؟ لأن ماكرون فهم من هذه المسألة بأن بوتين يهدد بشكل واضح بأنه سيستخدم القنبلة النووية قد يكون في شرق أوكرانيا أو أي من المناطق التي أعلنت روسيا عن ضمها، مثلا خيرسون أو زاباروجيا أو لوغانسك أو دانييتسك. وبالتالي خاصة يجب أن ننتبه بأن
روسيا اعتبرت هذه المناطق هي من ضمن المظلة النووية بعد عملية الاستفتاء وضم هذه المقاطعات المهمة. وعلى هذا الأساس بوتين يقول بأنني سأترك كييف سليمة من دون أي مشاكل، ولكنني سأضرب القنبلة النووية هنا وسأغير مجرى هذه المعركة. ولكن جاء بها بمثال عن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وعلى هذا الأساس هو قال الآتي لماكرون: لا داعي لمهاجمة المدن الكبرى من أجل الانتصار، فأمريكا على سبيل المثال قصفت بالنووي مدينتي هيروشيما وناكازاكي وانتصرت في حربها ضد اليابان. هذا التقرير الخطير الذي نشر يوم أمس عن هذه المكالمة هو يأتي تقريباً بعد أسبوع من معلومات استخبارية بريطانية أيضاً نشرتها ديلي ميل البريطانية عن أمور قد تسلمتها استخبارية مهمة جداً ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة في آخر أيام لها. ديلي ميل تحدثت بهذا الشكل بأن الاستخبارات البريطانية قد أبلغتها بأن بوتين يخطط لتوجيه ضربة نووية فوق البحر الأسود لكي يهدد العالم، يهدد الناتو، يهدد الغرب، طبعا الاتحاد الأوروبي هنا يهدد الجميع. لا تتقدموا ولا تفكروا في التقدم إلى هذه المنطقة أو إلى المناطق الخاصة بنا، وإلا فإنني مستعد لضرب القنبلة النووية. على هذا الأساس هذا خطر كبير للغاية يأتي في هذه المناطق التي نتحدث عنها من هذه المقاطعات. السؤال الأكبر والأهم هنا الذي يطرح: ما الممكن ومتى من الممكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعلا أن يقدم على عملية توجيه ضربة مباشرة نووية؟ كل الأنظار تذهب بشكل مباشر إلى خيرسون التي تأتي هنا، كل المراقبين الأوروبيين يراقبون هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هذه المنطقة قد تعتبر فيها معركة مصيرية مهمة جدا. هذه هي شبه جزيرة القرم، لنتوجه إلى خيرسون، هذه المنطقة الأكثر خطورة الآن. فبالنسبة لهذه المنطقة الآن، بالنسبة للقوات طبعا الروسية هي تسيطر على خيرسون، هذه هي خيرسون، وهنا كما تلاحظون هذا هو نهر الدنيبر المهم للغاية. وبالنسبة للقوات الروسية تصل سيطرتها فعلا إلى مناطق متقدمة، تصل تقريبا بهذا الشكل الذي ترونه وتمتد بهذا الطريق. بالنسبة للقوات الأوكرانية الآن وما تم معها في الفترة الأخيرة في الأيام الماضية بأنها تحاول التقدم إلى مدينة خيرسون، وتمكنت في الفترة الأخيرة من التقدم إلى كيساليفكا ووصلت إلى هذه المنطقة، وكذلك سيطرت على منطقة أخرى هنا وهي باربينكو في الأحرى قد سيطرت عليها أيضا. وبالتالي وعلى هذا الأساس أصبحت هنا القوات الروسية في مرحلة سيطرة تأتي بهذا الشكل. وبالنسبة للقوات الروسية أو القوات الأوكرانية أصبحت على بعد بسيط، على بعد 10 كيلومترات فقط من هذا المطار الذي ترونه أولا وهو مطار خيرسون. والقوات الروسية قد قامت وهي تشدد من عملية حماية خيرسون بخط دفاع كبير للغاية. القوات الأوكرانية تحشد بشكل كبير وهي تستعد لعملية تقدم كبيرة تأتي لهذه المنطقة، وترجيحات بأن الهجوم أيضا قد يأتي من هذه المنطقة ولن يأتي بهذا الشكل المباشر لاستنزاف الخط الدفاعي. وأساسا هم يحققون الكثير من الضربات الآن، هنالك ضربات صاروخية كبيرة جدا تأتي لخيرسون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساسا قد أخلى هذه المدينة، دعا المواطنين الموجودين في خيرسون أن ينسحبوا تماما وأن يتركوا هذه المدينة. وبالتالي أصبحت المدينة فارغة، وهذه المنطقة قد تكون هي السبب الأكبر إذا ما تقدموا الأوكران في اندلاع أي حرب نووية أو استخدام للسلاح النووي في هذه المنطقة إن كان محدودا. وعلى هذا الأساس بالنسبة للروس طبعا بوجودهم في هذه المنطقة، دعونا نأخذ هذه الإشارة مرة أخرى، بوجودهم بهذا الاتجاه، فبالنسبة طبعا للقوات الأوكرانية كما تحدثنا هي قد تقدمت إلى هذه المنطقة وسيطرت عليها، الآن هي تحقق ضربات بشكل يومي على خيرسون، هي تضرب الجسر الذي يربط خيرسون عبر نهر الدنيبر بهذا هذه المناطق المهمة التي تأتي بعد خيرسون. يضربون هذه المناطق الجنوبية بشكل مستمر مثل رادنسك بهذا الاتجاه، يضربون أي مراحل أو أي نقاط إمداد تعتمد عليها روسيا من أجل إمداد قواتها الموجودة في خيرسون لدعمها طبعا في هذه المعركة. بالتالي هم يحاولون قطع أي شيء يأتي بحسب معهد دراسات الحرب وما وثقه معهد دراسات الحرب من هذه الضربات من مقاطع فيديوية أيضا، إن الأوكران فعلا يضربون هذه المناطق. يوضح
من خلال هذه الضربات بأنهم يبحثون عن تقدم كبير، وبالتالي إذا كان هنالك تقدم في خيرسون فالترجيحات تذهب بأننا قد نكون أمام سيناريو نووي قد يكون محدودا. هذا الأمر جعل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن يتحرك تجاه المقربين من إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اليوم الوول ستريت جورنال تحدثت بأن جيك سوليفان يتحدث بشكل مباشر مع أهم المقربين من الرئيس الروسي ويحاول مناقشة الأمور، يحاول تفادي أي استخدام للأسلحة النووية. وتظل الأسئلة الكبيرة، هل وصلنا فعلا إلى نقطة الضربات النووية أم أننا مع تصعيد وتصعيد وتصعيد قد ينتهي في نهاية المطاف إلى هدنة أو إيقاف هذه الحرب؟